اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتكم في على قناه انجليزي كل المراحل. معاكم مس شيرين ممدوح. النهارده ان شاء الله مكملين سلسله حلقات التاسيس مع حروف الجر، بس النهارده هناخد حروف الجر مع وسائل المواصلات، بتيجي ازاي وبنستعملها ازاي مع وسائل المواصلات. عندنا باي وان وان، يلا نتعرف عليهم. باي معناها بواسطه، باي معناها بواسطة لما بتيجي مع وسائل المواصلات. خلي بالكو الحروف الجر دي معناها بيتغير لما بتيجي مع حاجة، يعني مع الكلمة مرتبطة بالكلمات اللي بعدها. يعني هنا مع وسائل المواصلات باي معناها بواسطة، باي معناها بواسطة، بتيجي مع كل وسائل المواصلات. باي معناها بواسطة، بتيجي مع كل وسائل المواصلات. طيب إن معناها فيه، بتيجي مع وسائل المواصلات الصغيرة، بتيجي مع وسائل المواصلات الصغيرة زي كار، تاكسي. يعني ايه وسائل المواصلات الصغيرة؟ يعني وسيلة المواصلات اللي انت بتركبها بتبقى يعني الحركة بتبقى مش عارف تتحرك فيها. يعني مثلا الكار هتقدر تقف فيها؟ هتقدر تمشي في العربية؟ لا، بتبقى متحكم انت، يعني يدوب قاعد فيها. التاكسي نفس الحكاية. فإن مع وسائل المواصلات الصغيرة. طب أن معناها في برضو، بس بتيجي مع وسائل المواصلات الكبيرة اللي أقدر أتحرك فيها وأمشي فيها. يعني الباص، الأتوبيس، تقدر ان انت تقف تمشي فيه، صح؟ مش تقعد بس. الشيب، السفينة، نفس الكلام، تقدر تمشي، تقدر تتحرك فيها. البلين، الطائرة، برضو بتبقى كبيرة. فهنا الفرق ما بينهم ان باي كلهم بيجوا بعديهم وسائل المواصلات، بس الفرق ان باي معناها بواسطة مع كل وسائل المواصلات، وان معناها في مع وسائل المواصلات الصغيرة اللي هي كار وتاكسي، وان مع وسائل المواصلات الكبيرة اللي بقدر امشي فيها. طيب هي باي مع كل وسائل المواصلات ليها شروط؟ شرط صغير. ايه هو؟ بصوا كده، لو هنا هي احنا قلنا بتيجي مع كل وسائل المواصلات، يعني لو انا قلت باي كار بالسيارة، باي ترين بالقطار، باي تاكسي بالتاكسي، باي بلين بالطائرة، باي شيب بالسفينة، خلاص. لكن ان بقى هتيجي مع مين؟ ان هتيجي مع كار ومع تاكسي، بس هتيجي بينها حاجة. ايه هي؟ وان برضو هتيجي مع شيب ومع بلين ومع ترين، بس هتيجي قبلها حاجة. بصوا كده، ان وان بتيجي مع وسيلة المواصلات اذا كان قبلها اداة نكرة، اداة معرفة، صفة ملكية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باي بتيجي بعدها وسيلة المواصلات على طول على طول. بصوا اهو، مفيش ايه بينهم اي اداة نكرة هنا، ولا يعني ما قلتش باي اكار، باي ماي ترين صفة ملكية مثلا، باي ذا ترين، ما قلتش كده، لا، باي تاكسي على طول، باي ذا بلين، لا غلط، باي بلين على طول، باي شيب، ما ينفعش اقول باي ذا شيب، باي اشيب، لا. لكن ينفع اقول ان ا كار، ان ا تاكسي، ان ماي كار، ان ماي تاكسي، خلاص. ينفع اقول هنا اون، ما ينفعش اقول اون ترين، اون ا ترين، اون ا بلين، اون ا شيب، تمام. يبقى باي بتيجي بعدها وسيلة المواصلات من غير أي حاجة قبلها، من غير ولا أداة نكرة ولا أداة معرفة ولا صفة ملكية. لكن إن وأن بتيجي بعدها وسيلة المواصلات، بس بيكون قبلها أداة نكرة أو معرفة أو صفة ملكية. تعالوا نشوف examples على الكلام ده. بصوا، لو قلت هنا examples أهي، I go to car to work by car. I go to work by car. اهي باي جت بعدها ايه؟ كار على طول، من غير اداة نكرة ولا اداة معرفة. طب هنا I go to work، انا بذهب الى العمل، in my car، in my car. اهو شفتوا بعد ان جت ايه؟ صفة ملكية، my car. I go to work، انا بذهب الى العمل، in a taxi، in a taxi، اهو اداة نكرة. طيب on I go to the school، I go to school on the bus، on the bus، اهو the. I go to work on a bike، انا بروح للعمل على عجلة، on a bike. فهمنا؟ بصوا كمان هنا
اون كمان بتيجي مع ايه؟ I go to school on foot. I go to school on foot. انا بذهب الى المدرسة على الاقدام. ما ينفعش اقول by foot. On foot. دي الوحيدة اللي بتيجي بعديها من غير حروف جر. On foot. خلاص؟ يلا اشوفكم ونكمل سلسلة حلقات التأسيس.